في فقرة الصحة، العمليات التجميلية بين التجميل وترميم الأعضاء المشوهة. الجراحات التجميلية لا تقتصر على التجميل فحسب، إنما تعنى بالترميم أيضاً كترميم الجسم، الوجه أم الصدر. بالنسبة لترميم الصدر، هن كل الأشخاص يلي عم بيعانوا من سرطان الثدي عندهم مجال يرجعوا يرمموا صدرهم ليرجع مثل ما كان قبل. إعادة الترميم تبع الثدي بتكون بكذا طريقة. فينا يا نستعمل حشوة دائمية اللي هي البريست إمبلانت، مثل ما فينا نستعمل رقع من جسم الإنسان هو ذاته، يعني رقع من البطن أو رقع من الظهر، مشان نرجع نرمم الصدر. فماذا عن ترميم الوجه؟ نحن بمنطقة فيها كتير حروب وفي عنا كتير أشخاص انصابوا. إعادة ترميم الوجه بدها شوية دقة أكتر. فينا نستعمل زراعة العظم، فينا نستعمل حتى زراعة الأنسجة. الأنسجة منخدها يا من الإجر يا ما من البطن يا ما حتى من الإيد مع شرايينها، بنرجع بنوصلها بشرايين الرقبة وبشرايين الوجه مشان نرجع نعيد كل الأنسجة الناقصة للوجه، إن كان أنسجة الخد، أنسجة الرأس. العين هي العضو الوحيد الذي لا يمكن ترميمه في الوجه. جراحة الترميم هي مش جراحة واحدة، مش سينجل شوت سيرجري، هي عدة مراحل. وأهم شغلة المريض أو المريضة، مش إن ترميم الصدر أنا بقول لهم لازم يكون عندهم نفس طويل، لأنه مش بعملية واحدة بنرجع بنرمم كل شيء. هني عمليات متتابعة خلال أوقات بياخدوا سنين مشان نوصل للنتيجة يلي المريض عم يطلبها، مش جراحة بنهار واحد بيطلعوا من المستشفى كل شيء. إذن الصبر هو مفتاح الحصول على النتيجة المرجوة.